مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع، احنا النهارده معاكم في لايف جديد ولايف مختلف، لايف عن الاكل اللي بيدفي في جو الشتاء والطقس اللي احنا شايفينه البروده ده. معانا سمكه المحرات دي والعضار، دول بيدفوا في الشتاء. عرفنا نفسك كده؟ انا صبحي فرج صاحب شادر السمك، انا الحاج احمد شوقي. عرفنا كده دي محرات، ده سمك مسكنتين. حتى يعني ده بالخيلي بيتسلخ وشه وضاه، بيتسلخ وشه وضاه ويقطع الجلد ويتقطع الجلد. ده حتى الزعانف بتاعته دي بيعزوها برضه. حتى الزعانف الزعانف دي بتنشف وبتدفي في الشتا دي. بص 90% من السمك بيدفي في الشتا وبيزود المقاومه. لا دي بالذات اللي احنا وبيعلي المناعه. دي بتتعمل ازاي تاني كده؟ بيعلي المناعه، دي بتتسلخ خالص كده وبعدين تقطع جزر. قطع الجزر. تمام. تبقى لحم، عايز تعمل طاجن، عايز تعملها مقلي، عايز تشويها على الفحم زي ما انت عايز تسويها، زي ما انت عايز تاكلها بتعملها. تسويها زي ما انت عايز تاكلها بتعملها. دي المحرات، دي المحرات. حتى اما بتتسلخ كده، اما بتتسلخ العظم بتاعها ده بيقرقش. شكله غريب قوي. العظم بتاعها ده بيتقرقش، يعني حتى نفسه العظم نفسه. العظم نفسه بيتاكل كمان. ده بيعالج الخشونه على فكره. بيعالج الخشونه. يعني بيدفي ويعالج الخشونه كمان. وبيزود المناعه، يعني كل محرات انسى الكورونا. خش في قلب الكورونا. ولا يهمك الكورونا. تمام. عايزين بقى السمكه الثانيه دي؟ العضار، بص بقى ده. اول مره فيه. ده ايطاليا، قبرص، اليونان. اول مره. ده بص ده يستوى بالميه، انت عارف يعني ايه؟ يعني من غير تتبيله، من غير اي حاجه يستوى بالميه. بص. لا بس انا عايز العضاد الكبيره دي. لا دي لون. دي لون. واحده واحده معانا دي الاول، معانا العضار. بص دي ممكن تجيب صينيه تحط نصها ميه، تحط السمكايه زي ما هي كده يا دوب تشوفها في قلبها، عودين بقدونس، فصين توم، تحطهم سلام زي ما هم. وبعدين بقدونس، ورينا وشها كده. وبعدين كرفس. وبعدين بقدونس، وبعدين كرفس. ده تبقى الجو بقى دافي خالص 10 دقايق. وبعدين تقلبها على الوش الثاني 10 دقايق بالميه. بص انا بقول لك لو هتسواها بالميه مش محتاجه تتبيله ولا صوص ولا الكلام ده كله. سمك الفريش كده. فوائدها ايه؟ فوسفور عالي جدا 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 جدا. دي الطلاينة وقبرص ولبنان بيعشقوها. انت عارف يعني ايه عندهم؟ اكتر من الجمبري؟ عيش اكتر من الجمبري. اكتر من الجمبري. اتفضل يا حاج. وريله بقى التفاصيل السمك دي. ده الكيلو بص ال 50 دي دي ده نوع تاني؟ دي لون كبيرة. سمك عالي. بسم الله ما شاء الله. 50 كيلو يا جماعة. شيلها يا ولد. شيلها يا معلم. دي لون. دي لها مخ جوه هنا زي زي العاق كده وزي زي الالماس، يعني انت لما بتفتحها بتلاقي جوه مخ. السمكه الواحده اللي لها مخ اللون دي برضه بتقطع جزل. دي حوالي كام كيلو؟ يعني المقلي دي بتاع 45 كيلو. 45 50 45. بص عينيها، بص بقها، ده لسانها. اما بتيجي المركب تصطادها لسانها بيطلع لبره. ده من السمك الجميل قوي قوي. قطع جزل، اشوي على الفحم، اعمل مقلي. بس اللي عايز بيشتري بيشتريها كلها. لا لا وبنقطع منها. بتقطع منها بقى. بنقطع منها اللي عايز 2 كيلو، اللي عايز 3 كيلو. بيبقى الكيلو منها بكام دي؟ دي الكيلو يعني هي زي ما هي كده 75، بتقطع بتبقى ب 100 عشان بشيل القش والزعانف والبطن. بتبقى جاهزه. لحم صافي. لحم صافي. تمام. قول لنا بقى الاسعار تاني كده. نمشي مع بعض الاسعار كده. بسم الله ما شاء الله. النهارده عشان راس السنه انا عامل عرض. النهارده عرض اسمه ال 40 جنيه. يعني معاك 40 جنيه معاك 40 جنيه تيجي تاكل. ده ايه؟ سمك ايه؟ جمبري دبل. ده دبل كام الكيلو؟ دي 23، عند 23، عند 25، عند 28. تمام. ده ايه؟ ثلاث احجام. دي كابوريا بكام الكيلو؟ ده بقى من بدايه العرض ال 40. كابوريا 40 جنيه، جمبري ال 40 جنيه، ماكرل 40 جنيه، جمبري 40 جنيه، سردين 40 جنيه، شاكور 40 جنيه، بربون 40 جنيه، بربون 40 جنيه، بوري او دوباره بطرقه، دوباره بطرقه اهي 40 جنيه، مبروكه 40 جنيه. وريها المبروكه دي. مبروكه 40 جنيه. بتتعمل ازاي؟ دي بتتعمل في ايه؟ دي زي البولت كده. دي زي البولت. بس جميله قوي في الفيليه لان هي بتطلع فيليه. يعني عايز فيليه بولت؟ لا اعمل فيليه مبروكه. بتصفي معاك التكتين والسنت، البولتي بتصفي النص النص. عندك قاروص؟ قاروص ب 40 جنيه. قاروص ب 40 جنيه. ده هتلاقينا في الشادر بس، شادر السمك، شبين الكوم، خلف موف مول.
لازم تسال على العنوان شادر السمك شمين الكوم خلف مو في مو 40 دراك دي التونه ده برضو دراك ده بيتصدر بره برضو سموه غزال ابو سن قطع جدل وتقل يروح بيروت ده بيعوز كميات كبيره قوي تمام التونه البلدي الاومجا 3 بقى دي كده وريها لنا دي الاومجا 3 كلها الايه الاومجا 3 الاومجا 3 الاومجا 3 كلها دي دي فوائدها ايه بقى بتاعت اسكندريه دي بقول لك اومجا 3 يعني خلاص الكلام خلص اومجا 3 يعني خلاص الله اكبر الله اكبر يعني عندنا برضو بولت هنا صاحي ورينا انا بولت صاحي زي ما انتم شايفين ده سمك بولت شايفين هنا اللي في شادر السمك مو في شبين الكوم خلف مو في مو خلف مو في مو خلاص احنا عرفنا العنوان الله اكبر تمام الله اكبر تعالى حاج 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 زي ما انت شايف كده على عينك يا كاتب ده بكام؟ ده 28 اعلى درجات البولت ده 28 ده من رشيد ده رشيد ده في قلب ده فصل قلب البحر رشيد تمام رشيد عندنا بولت ثاني 25 كل السمك على ربع قلنا عندنا بول 40 اداره 40 عندنا بربون زريعه 60 جنيه بربون زريعه تحفه تحفه هوريكم دلوقتي طريقه القلي بتاعه ان شاء الله نتكلم في اخر الفيديو على طريقه التسويه سردين البلدي الاسكندراني عايز تقلي عايز تعمل صينيه برده كده وقرنين فلفل وطرنشين ليمون تدخل صينيه كده ونقطه ملح ونقطه زيت وتدخل الفرن بوري اكبر بوري 65 جنيه 700 و 600 الله اكبر عندنا مرجان بقى من السمك اللي لحمه ابيض زي البنور المرجان ده تمام زي البرنور زي البرنور زي ما انتم شايفين مشاهدينا ومتابعينا عبر التلفزيون اليوم السابع احنا بنبين لكم جميع انواع الاسماك هنا في محافظه المنوفيه اكبر تجمع لشادر اسماك هنا في محافظه المنوفيه شادر السمك دراك ده دراك ده دراك جميل قوي قطع جزل ده في منه ب 100 في منه ب 60 في منه ب 40 يعني ثلاث احجام ده سمك موسى ده بكام الكيلو؟ ده 120 بس موسى دي بالبطاطا ايه؟ قول لنا الفوائد بتاعتها بقى الفوائد بتاعتها ايه؟ الفوائد بتاعتها دي عشاق السمك وكيفه السمك تدور على الموسى انت بتقشرها كده ما فيهاش هي كده هي تنظيفها كده تنظيفها ما بيغلبش يعني وادي البطروخ بتاعها هي موسى بالبطاطا ده الموسم بتاعها يعني ده اللي عايز موسى اليومين دول عشان يعمل بطرخه اليومين دول تمام ما بتظهرش الا في الشتاء يعني دي مش الموسم بتاعها الشتاء بس عاملين شوربة سجق كمان فريش حاجة تحفة عايز تدفى الجمبري بقى مش عايز تدفى عايز تنور عايز تنور تاخد طبق من ده ب 60 جنيه بيعمل ثلاثة شوربة سجق تمام في المحلات ب 50 جنيه وب 60 جنيه ده جمبري الجمبري ده بكام؟ الجمبري ده بتاع غليون عندي ده غليون عندي جمبري ب 130 عندي جمبري ب 170 عندي جمبري ب 200 عندي جمبري ب 100 عندي جمبري ب 45 ده 170 ورينا الواحد ده بتاع 20 حباية في الكيلو الحباية كده ورينا الحباية تمام ايه ده؟ ده سمك فراخ سمك فراخ ده زي البربوني بالظبط ده البربوني البلدي ده بياكل جمبري الفراخ دي بتاكل جمبري ده فوائده جامده يعني ده بقى يعني تاكل فراخ جسمك ينور في الضلمه تمام ده اللي يخليك تنور في الشتاء تمام الصبيط برضه من الفراخات العاليه برضه الصبيط ده الحبار او الصبيط ده يتعمل مقلي يتعمل طاجن عندنا كمان نوع بص الاول مره برضه ينزل في ده نوع ايه؟ ده اسمه عرافه ده تصدير برضه بص ده سمك صناره بص النار بتاعته بص اهو ده ما بيجيش الا بالصناره مش بيجي بغاز ولا مراكب كبيره دي مراكب يوميات بيطلع بالصناره بص الاخشي بتاعه تعال قرب لي وري عين السمكايه عشان الزبون يعرف السمكايه الفريش من مش فريش العين ده العين ده ليه؟ طب لو مش فريش تبقى لونها ايه؟ يبقى لونها بني الاخشيش يبقى لونه بني لو مش احمر كده والعين تبقى اكن عليها ميه كده زي كابوريا نت برضه بص الكابوريا قرب عليها كده دي ايه؟ دي بطارخ بتاخد كيلو كابوريا في نص كيلو بطارخ بطارخ ب 350 جنيه الكابوريا ب 120 جنيه فانت خدت كيلو كابوريا اكنك خدت نص كيلو بطارخ تمام المياس المياس ده برضه الملك بتاع السمك المياس ده بقى الملك بتاع البطاطس ده صينية البطاطس زبده تاكل زبده اكنك عامله بقشطه ده زبده في الاكل وهوريهم دلوقتي طريقه التسويه بتاعته بسيطه خالص وسهله الجمبري ازازي
ده اسكندراني، الجمبري ده اسكندراني. تمام، بص ناخد احنا جوله بقى كده زي ما انت شايفين مشاهدينا. اوري بس السنه المشاهدين طريقه تسويه بس لمده دقيقتين. لو عايز تعمل صينيه بطاطس اللي يمشي معانا بطاطس، المياس قلنا المياس، البوري برضه تعمل صينيه بطاطس او سنجاري او ديتو لامون. بنجيب بطاطستين بنقطعهم طرنشات كده حلوه، بنجيب فصين توم بنقطعهم برضه طرنشات كده رفيعه، بنجيب قرنين فلفل الوان، قرنين فلفل الوان بنقطعهم، قرنين شطه اللي بيحب الحامي. تمام، قرنين شطه خلاص السمكات اتقفت، مغشوش وبط زي ما انت شايف كده زي القشطه. بسم الله ما شاء الله السمكات بنشرحها كده ليه بقى؟ دي كده عشان التتبيله التتبيله. واحده من الظهر، واحده من الجنب، وثلاثه من الجنب كده خلاص شرحناها كده. نيجي بقى التتبيله بتاعتنا حلوه. التتبيله دي توم مسترد، نحط عليها جوز الطيب، نحط جنزبيل، نحط بصل، نحط قرفس. بص كده بنتبلي كده بسم الله ما شاء الله على التتبيله. خلاص السمكه كده اتتبلت على الهواء لان السمك فريش مش محتاج على الهواء. بص كده الله اكبر. خلاص اتتبلت تمام. الياسه برضو ده بقى الملك بتاع البطاطس كده، ده الملك بتاع البطاطس. بشرح لك ده نوع ايه بقى، اسمه ايه؟ ده مياه. ده مياه. بسم الله ما شاء الله. اللحمه بتاعها سمين جدا 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 جدا. دي حته تتبيله. بص كده يعني ايه على الهواء، لان يعني السمكات فريش ما بتحتاجش توابل كتير، انا مش عايزك تاكل توابل. تمام. انا عايزك تستطعم بالسمكات. تمام. ما شاء الله. برضه الرسايل قرب كده عليا والنبي بدل المشاهدين. خلاص بعد كده بتدخل الفرن بقى. لا بنحط البطاطس. بنحط فصين الثوم. وتدخل الفرن خلاص. نحط شويه فلفل الوان. ومع بصلتين. زي ما انت شايف اللي عايز حامي يحط قرنين فلفل. حته تتبيله كده على البطاطس. وترش الملح. سنه ميه صغيره وتدخل الفرن. تمام. ترش رشه ملح. تمام. بتغطيها، ممكن تديها بس كوبايتين اتنين ميه، تغطيها بورقه الومنيا، ربع ساعه تحت، ربع ساعه على وش، عايز تديها موتزاريلا على الوش او سن الكريمه كده تتدفى بقى. بطاطس بيضه هتلاقي جسمك بيطلع نار. مشاهدينا ومتابعينا عبر التلفزيون النوم السابح، كنا معاكم في بث مباشر من شادر السمك، اكبر مكان لشادر لبيع السمك هنا في محافظه المنوفيه. كان معكم محمد فتحي مدير مكتب اليوم السابح محافظه المنوفيه. دمتم في امان الله ورعايته.